نشرة أخبار الثانية والربع مع تحيات دعاء حمصي فرح جيت طمرون والمخرج رودريك نمنوم. أبرز العناوين: لا معالجة بعد للتلوث في سد بقعاتة، وحزب الكتائب يراجع القضاء وحنكش لصوت لبنان. احنا خوفنا عطية اللي تحت هذا مثل مشروع التهجير. التردد التشريعي والتلوث الإداري أبرز مشاكل نهر الليطاني، وحسن فضل الله يقر بوجود آلاف الوظائف الوهمية. فتح معبر نصيب وعون يدعو إلى استغلال الفرصة لدعم الاقتصاد. السلطات التركية تفتش القنصلية السعودية في أنقرة بعد الظهر. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. ليست هي المرة الأولى التي تظهر فيها الاستنتاجات النيابية في تحديد مكامن الهدر والفساد إلى العلن من دون أن ترفق بخطة معالجة يبقى الحديث عنها صوريا ليس أكثر. فإلى زيادة العجز المتأتي من ملف الكهرباء تبرز مسألة التوظيف الذي يتم خارج الأطر القانونية، وتتشعب مفرداته من الوهمي إلى المحسوبيات والمصالح الخاصة، رافعا من الأعباء على الخزينة. حجم المأساة لا يقف عند هذا الحد، إنما يمتد إلى البيئة، حيث جاءت المعاينة للتلوث في الليطاني وبحيرة القرعون ترمي المسؤولية على ما وصف بالتلوث الإداري وسوء إدارة الموارد المائية، في وقت لم تعالج الأمور في سد بقعاتة على الرغم من إثارة مخاطر التلوث فيه. وفي مطلق الأحوال فإن توالي فضائح الهدر التي تقر بها السلطة السياسية من دون تحقيق محاسبة لا تحمل ضمانات الإصلاح أمام استحقاق مؤتمر سادر والإصلاحات المطلوبة والتي تتطلب أساسا حكومة، لن تكون فاعلة إلا إذا تولى وزاراتها اختصاصيون قادرون على مواجهة الوضعين الاقتصادي والمالي. صورة هذه الحكومة لا تزال ضبابية، تتجاذبها أجواء تارة تفاؤلية وطورا تشاؤمية، في انتظار ما سيحمله اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وما إذا كان الحريري سيطرح مسودة حكومية جديدة. في هذه الأجواء برز على صعيد المنطقة استعادة حركة العبور نشاطها على معبر نصيب بين الأردن وسوريا، فيما أعيد أيضا فتح معبر القنيطرة بين سوريا وإسرائيل. حزب الكتائب يراجع القضاء في مسألة سد بقعاتة، تراز الخوري والتفاصيل. أهلا بكم في بقعاتة كنعان. هذا المصيف الذي كان يوما يتغنى به تحول إلى جحيم، غبار وضجة وخوف من الانهيارات نتيجة وجود سد على فيلق. ماذا يقول المواطنون وما هي المخاوف؟ ضيع كأنها غيمة، والشجر كله انتزعت، ممتلكات انتزعت، ما بعرف مين بده يعود علينا. صراحة احنا كنا ضيعة بقعة خضرة بامتياز، صارت بقعة بيضة من وراء الغبرة. المزروعات ما كتير ناجحة هالسنة، والبحث اللي مش منيح عم بيطلعوه برات السد على الضيعة اللي حدنا. حزب الكتائب الذي حمل هم الناس إلى النيابة العامة في جبل لبنان، وتحديدا لشكر القاضية غادة عون على قرارها بوقف الأعمال، ها هو يرفع المطالب مجددا. فما هي مطالب الناس التي حملها النائب الياس حنكش إلى النيابة العامة، وماذا قال للقاضية عون أيضا؟ نحن متابعين هذا الملف للآخر، لأنه في خطورة ليصير في سجون وجرف أتربة بنهر على طول 1.7 كيلومتر انطمر كله. اليوم كنا بزيارة لعند الرئيسة، أول شيء تنشكرها على متابعتها الموضوع وتنحطها بالجو
لانه كمان هي سبق وبعثت خبراء وتنحطها بالجو من 3 اشهر لليوم شو صار، ونحن مستكملين ولمسنا منها نيه بانه كمان هي تستكمل الملف للاخر وتمشي فيه للاخر، وهذا المطلوب دائما الاتكال على المؤسسات وعلى القضاء وعلى جهه القضاة، والمهم انه يتنفذوا القرارات اللي بتصدر عنه. مخاوف حزب الكتائب لم تتوقف عند مشكله سد بقعاته، انما طرح ايضا في النيابه العامه موضوع مشكله مكب برج حمود ويتابع ايضا في القضاء. النائب الياس حنكش يعود ويحذر ايضا مجددا من الاستمرار في الاعمال في سد بقعاته. احنا خوفنا على الضيعه اللي تحت هذا النهر، هذا مثل مشروع تهجير. نحن بتواصلنا مع الناس اللي فوق وخصوصا اللي عندهم زراعه بيعتاشوا منها، عندهم مشكل بهذا الموضوع ولا خايفين من الاتربه اوريدي باول شتوي تاثروا فيها، وفي عندهم خوف لان هذا مصدر عيشهم لهالناس لهالمزارعين. فعم نتمنى التحرك بسرعه، وهذا اللي قلنا لهم وهالمجموعه المزارعين كمان عم بيفكروا يتواصلوا معنا ويوصلوا لنا صرختهم يلي بنجرب نشوف نحن كمان شو بنقدر نعالج الموضوع ونستبق كل حيالله كارثه. يعني اذا بدنا نتحول لبلد طبيعي ومتمدن لازم نستبق الكوارث مش نعمل رده فعل عليها. سد بقعاته حول المنطقه الخضراء الى منطقه منكوبه، فهل سيلبي القضاء مطالب الناس المحقه وسيرفع عنهم الظلم؟ الجواب برسم الايام. تراز الخوري، صوت لبنان. المسؤولون بحثوا اليوم في تلوث الليطاني، لكن الحلول الحقيقيه ما تزال غائبه. مجد لينعيد. بعدما تجاوزت نسب التلوث في نهر الليطاني وبحيرة الكرعون الخطوط الحمر خارطة الطريق للحد من التلوث المتفاقم منذ عقود نتيجة عوامل متعددة أبرزها الإهمال الرسمي، فوضى النمو الصناعي واستخدام المبيدات الزراعية وتحويل مجرى النهر مصبا للمياه الآسنة، فأصبحت صموم مئات المصانع والمؤسسات الممتدة على طول مجرى النهر تنشر السرطان بين البقاعين في غياب الرقابة على تنفيذ القانون. ولوضع الأمور على سكتها اتفاقية تفاهم بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجلس الوطني للبحوث العلمية لدراسة وضعية البحيرة، رئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم لفت إلى وجود مؤسسات ومصانع تلوث النهر معلنا رفض الأمر. رح نتشدد أكثر وأكثر، ونحن أكيدين أن التعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية ومصلحة الليطاني هو قمة الإنتاج وقمة إذا بدكم المشروع الحقيقي اللي كان لازم يكون من زمان واللي دائما نحن موجودين حدهم فيه. المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوي أعلن العزم على العمل لا لتأدية صلاة الغائب على الليطاني حتى لو استمر التردد التشريعي والتلوث الإداري. نتشارك معنا اليوم لإنقاذ البحيرة والنهر بيئيا ولإنقاذ الخزينة ماليا، ونعلن معا أن لهذه الدولة شركاء ليس فقط من المتعهدين وإنما أيضا من العلماء، وأن بيئة البحيرة ستصبح صالحة لصيد الأسماك وليس لصيد الالتزامات. أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة أكد أن الحلول المجتزأة لم تعد نافعة والأثر البيئي هو الأساس. لا يمكن العمل والتلوث يزداد، أن يتوقف التلوث، أن تنشأ ويتم تشغيل محطات التكرير، أن نتوقف، وهنا هذا نداء للصناعيين و للمستثمرين أن نتوقف عن تصنيع المواد الملوثة شديدة التلوث وغير المجدية اقتصاديا. تلوث الليطاني حكاية لا تنتهي، وبعيدا عن التبريرات وتداخل الصلاحيات المطلوب معالجة الأمر. مجد لينعيد، صوت لبنان. التفاح يعاني من أزمة إنتاج. تراز الخوري. ها هي مشكلة التفاح تعود من جديد، أسعار بخسة وتصدير يتعرض للمنافسة القوية، مزارعون يغمرهم اليأس. مش عم يكفينا لأن كلفة الإنتاج عالية والتبريد غالي والأجار اليد العاملة غالي وكل شيء غالي. لا التفاح ما بعناه سنة، حطيناه بالبراد، منتظرين الأمل والأسواق بالأرض هلأ. أصحاب البرادات يطالبون المزارعين بسحب منتوجاتهم من البرادات. وضع المزارع مزري، بيجي بيقول لك هلأ عم بيبكي مزارعين تاركين تفاحهم جوا، بيقول لك يا خي أنا ما معي أدفع لك، خد فيهم تفاح، أنت مش قادر تصرفهم، أنا كيف بدي أصرف لك إياهم؟ كلفة صندوق التفاح على المزارع 6000 ليرة بدون شغله، هذه كلفته فلاحة ورشوش. كيف يرى رئيس تجمع التعاونيات التفاح في لبنان جابي سمعان المشكلة؟ بالواقع نحن كمزارعي تفاح عنا ثلاث أمراض فتكت فينا السنة أو ثلاث كوارث،
الأولانية أنه ما كان في حملان لأنه نزل برد وشتى كتير بوقت الزهر، انضرب قسم كبير من المحصول. القسم الثاني أنه يلي بقى إجت التبقع والطقس بالصيفية المشتت نزع كل الموسم، واللي فضل منهم كلهم إجت ذبابة البحر المتوسط وقضيت عليه. بالواقع هالكوارث هدول خلوا انه الانتاج ينقص تقريبا النص او اقل من النص شوي. الحلول متوقفة بانتظار حكومة. المزارع يعاني، جابي سمعان يتحدث عن حلول. قدام هالموضوع المزارعين في ازمة كتير كبيرة، ونحن علينا صوتنا وعم نقول للدولة او لبقايا الحكومة انه تفضلوا شرفوا عودوا على مزارعي التفاح، لانه هاي مأساة ما بتنحمل، ما فيهم هن يحملوها وحدهم. مفروض كان يكون في صندوق للضمان من الكوارث الطبيعية. كتائف في تحرك معين عم بيقوم فيه، رئيس الحزب كمان يعني مهتم بالموضوع كتير، وان شاء الله بالقريب العاجل ببين حركة معينة من قبل الحزب ومسؤولينه تجاه الأزمة هيدي اللي هي أزمة مزارعي التفاح بلبنان ككل. أزمة التفاح مستمرة بانتظار الحلول، فهل من سيسمع معاناة المزارعين؟ تراز الخوري، صوت لبنان. إداريا دعا النائب حسن فضل الله إلى أن تكون الامتحانات نزيهة في موضوع الأسلاك العسكرية والأمنية وأن تعلن النتائج مع العلامات وبالترتيب، وقال هناك بعض الوزراء يعملون على حشو الإدارات العامة بالتوظيف، فيما الفائزون بالمباريات يمنعون من التعيين. بفترة تصريف الأعمال اكتشفنا في استغلال لغياب الرقابة البرلمانية وفي توظيف عشوائي. هلأ في امتحانات خطية للقوى الأمنية قبل ما تطلع النتائج عم نحكي عبر الإعلام، ونحن حكينا معها وعم نطرحه اليوم داخل الإعلام على وسائل الإعلام. هذا جزء من العمل الرقابي اللي بيقوم فيه النائب وقت اللي بيطرح قضية على الرأي العام، وقت بيكون عنده معطيات، لأنه هاي المعطيات هلأ تشكلت لنا، وبعدين النصوص القانونية كنا ناطرين يطبقوها، وقت لقيناهم عم يوصفوا من خارج الأطر القانونية جبنا لهم القانون وقلنا لهم أنتوا خالفتوا القانون بهالمادة. وطبعا بس يصير في حكومة فعلية هذا الموضوع رح نطرحه. أعلن نائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال الموافقة المبدئية على اعتماد 75 مليار للدواء بانتظار استكمال الملف من وزارة الصحة. الأموال اللي نحن بدنا نقرها اندفعت قبل ما نقر القانون، هلأ نحن عم نعمل نوع من تسوية بإقرار القانون، وبالتالي هذا أمر ناتج عن عدة عوامل ناقشناها، منها اللي حكيناه بالأول شفافية الأرقام، الثاني أنه الطلب أن يكون هنالك اعتماد إضافي وجدولته أكثر من مرة ولكن لم يتم ذلك، الثالثة انحكى كمان أنه في تأخير بالدفع، أنه الموافقة على الاعتماد طبعا مبدئية بانتظار أيضا التفصيل نهار الأربعاء الصباح. إلى ذلك جاء في تقرير أعده الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط فاروق سوسة لصالح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تشكيل الحكومة في لبنان في خلال الأيام المقبلة قد يغذي التوقعات الاقتصادية على المدى القصير، في حين أن الفشل سيكون خطيرا. وقال سوسة أن الفوائد التي يعود بها مؤتمر سادر ستكون قصيرة الأجل إن لم تترافق مع تحسن كبير ودائم بالنسبة إلى العجز العام والعجز في ميزان المدفوعات، إلا أنه لا يرى أن هذا سيحدث في المستقبل القريب. مع إنفاق مبالغ محدودة من أموال ساد توقع زيادة طفيفة في الاستثمار في البنية التحتية، الأمر الذي سيكون له تأثير أكبر على الاقتصاد. في غضون ذلك أعلن اليوم عن فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا مشكلا متنفسا للصادرات اللبنانية، ودعا الرئيس ميشيل عون إلى استغلال الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح المواطنين والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد. من جهة أخرى اعتبر عون أن فتح معبر نصيب سينعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية. محمود شكر والتفاصيل.
بعد 4 سنوات من الإغلاق الذي انعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني برمته وخاصة على الإنتاج الزراعي الذي عانى الأمرين بسبب ارتفاع كلفة التصدير عن طريق البحر والجو، عاد اليوم صباحا إلى المزارعين والصناعيين الأمل، وتنفس الصعداء بعد خضات عديدة في توقيت افتتاح المعبر عبر الشهور الماضية. فأطلقت الحكومتان السورية والأردنية عند 8:00 صباحا الإذن ببدء التنقل بين البلدين، وعبرت مجموعة من الأردنيين إلى الجانب السوري، وعبر من سوريا إلى الأردن مستثمر سوري مقيم في الأراضي الأردنية. الجانب اللبناني ومنذ الأمس تلقى تصريحات المسؤولين الأردنيين والسوريين بجو من الارتياح، على قاعدة أن الإنتاج اللبناني سيأخذ طريقه مباشرة بالتصدير ومن اليوم، وهذا ما أبلغه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ظهرا إلى نقيب الفلاحين والمزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي. سيادة اللواء، أكدنا اليوم أنه المعبر فاتح ومشي حاله. الجانب اللبناني في حمل بضاعة ابتداء من اليوم، والبضاعة اللبنانية تمروا عبر المعبر مثل البضاعة السورية بدون أي فارق أبدا. من جهته شكر نقيب مزارعي البطاطا جورج الصقر رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها. نحن كمزارعين ومصدرين نشكر فخامة رئيس الجمهورية على الجهود اللي قام فيها، وأيضا سيادة اللواء مدير عام قوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أيضا على استقباله لنا وعلى الجهود اللي كان عم بيقوم فيها والمفاوضات اللي أجراها بين الأردنية والسوريين، واللي كانت هي السبب الرئيسي بالمساعدة في فتح هذا المعبر. فصل جديد من تداعيات الأزمة السورية يغلق اليوم، فهل تستكمل الجهود في باقي الملفات؟ من البقاع محمود شكر، صوت لبنان. لقاء سيدة الجبل يحدد توجهات المرحلة بعد الفاصل. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر @صوت لبنان. في منشات المساء ليوم الاثنين، ما هي أفاق المواجهة السعودية الغربية بعد اختفاء الخاشقجي؟ وهل تنجح المساعي الفرنسية في فك أسر تأليف الحكومة؟ الجواب مع مدير الإعلام والاتصالات في مركز كارنيجي مهند الحاج علي. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم دعاء حمصي فرح. اسمي ميشيل حجر، عمري 24 سنة، عم بعاني من مرض الليمفوما اللي هو سرطان الغدة الليمفاوية. تعالجت لفترة 5 شهور، رجع المرض عوض عن جديد، فعلاجي الوحيد هو أن أروح على أمريكا وأعمل علاج اللي اسمه تاكي سيل ثيرابي اللي هو جديد هلا وفيه نسبة نجاح كتير عالية، بس للأسف تكلفته كتير غالية اللي هي 740,500 دولار. يمكن إذا كل واحد دفع من خلال حساب ببنك SGBL وعلى ويب سايت اسمه GoFundMe فيه أكاونت لألي اسمه Fight with Michelle. بدي أتشكر الكل وإن شاء الله ما حدا أبدا يعوز التاني بهيك حالة. ميشيل حجل، بمعركتك مع المرض ونضالك من أجل الحياة نحن معك. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة يوم الخميس المقبل لدرس عدد من مشاريع القوانين. أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميما إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، طالبا منها توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق والتشدد في إعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال،
وأصدر الحريري تعميما آخر لمراعاة أحكام القانون المتعلق بالسرية المصرفية. أكد النائب وهبي قطيشة في حديث لإذاعتنا أن القوات اللبنانية ترفض ما عرض عليها حتى الآن، وكأن ذلك يأتي بهدف تحجيمها. في مناخ عام سواء كان عند رئيس الجمهورية أو عند رئيس الحكومة وخاصة الرئيس المكلف، ما في هالجو أنه والله بدهم يحطوا أحد الفرقاء برا، خصوصا وقت اللي بيكون بهالحجم يعني بالمجلس النيابي، معناتها ما بتكون حكومة وحدة وطنية، ونحن بهالفترة هيدي من أحوج الفترات إلى قيام وحدة وطنية نظرا للظروف الإقليمية والظروف الداخلية وخصوصا الاقتصادية. لذلك هيك أنه أدي إلى إحراج القوات اللبنانية لإخراجها، ما بعتقد في حدا من المسؤولين هم بهالتصور، حتى رئيس مجلس النواب يلي ما بيشكل حكومة يمكن معارض لأنه أحد الفرقاء يكون برا. أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث لإذاعتنا تعليقا على ما ذكر عن حلحلة للعقدة الدرزية أن هذه الإيجابية لن تتبلور بشكلها النهائي قبل أن ترتسم صورة المشهد الحكومي وتتضح كيفية توزيع الحقائب والقوى السياسية داخل الحكومة. وقال الرئيس لا نزال على إيجابيتنا وهناك حاجة ماسة لتشكيل الحكومة، معتبرا أن الدخول في مهل زمنية مسألة فيها مخاطرة، لافتا إلى مواقف غير مرنة لدى بعض الأطراف. أصر لقاء سيدات الجبل على اعتبار الأزمة التي نعيشها ناتجة عن وضع يد إيران على القرار الوطني، واعتبر أن معركة كل الوطنيين اللبنانيين هي في رفع الوصاية الإيرانية عن هذا القرار حفاظا على الدستور والعيش المشترك. وأكد اللقاء الاستمرار في الاتصالات لعقد الخلوة السنوية في أسرع وقت، مشيرا إلى السعي لتوسيع إطار الاتصالات السياسية توصلا إلى إطار وطني جامع يأخذ على عاتقه رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان. النائب السابق فادي الهبر غرد عبر تويتر كاتبا نحن على ليالي الأمل بتشكيل الحكومة بعد شروط الكتل الشرهة وعمل أنانية والمصالح التي لم تترك للبلد القدرة لالتقاط أنفاسه، بئس مسؤولين غير مسؤولين، أين الشعب اللبناني ليحاسب ولو آن الأوان قد فات. أسف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف للنيل من سياستها الحكيمة والرشيدة، مؤكدا أن شعوب العالم العربي والإسلامي ستقف معها وستكون بالمرصاد في وجه حملات الابتزاز السياسي. حملة التوعية حول سرطان الثدي نظمتها مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب. يا رمتة، في ظل الحديث عن ارتفاع نسبة السرطان في لبنان، أقامت مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب بالتعاون مع جمعية فايت حملة توعية حول مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بحضور عقيلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل السيدة كريم الجميل وعقيلة النائب الياس حنكش السيدة ريتا حنكش. حنكش أكدت أن الحملات يجب أن تمتد طوال العام وليس فقط في شهر تشرين الأول. مش مسموح أبداً بعصرنا هيدا نلاقي حدا يموت من هيك مرض مع كل التوعية اللي عم بتصير حوالينا. بطلب من كل مرة عم تسمعنا اليوم بليز دو تشيك يور سيلف وانتبه على حالك، ضليك عم بتلاحقي هالموضوع وغير مواضيع صحية أكيد، لأنه إذا أنت ما انتبهتي على حالك اليوم ما حدا راح ينتبه عليك. رئيسة مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب جوزيفين قديسي حثت النساء على الكشف المبكر لزيادة فرص الشفاء. لقاء كتير حلو، تنقول منا خيفانين منك نحنا يا هالمرض، رح نكتشفك على بكير، رح ننقلك لا، وممنوع بقى انه الست تقول انا ما عرفت حالي قبل بوقت لحتى ما توصل لمراحل تندم عليها. اهتمي بحالك، حبي حالك وحبي الحياة. وتخللت اللقاء حملة تبرعا بالشعر لمرضى السرطان في لفتة دعم للتخلص من الخوف ومواجهة هذا المرض بإرادة الحياة. يا رمطة، صوت لبنان.
أعرب اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز عن قلقه من طريقة معالجة اختطاف واحتجاز نساء وأطفال السويداء لدى تنظيم داعش الإرهابي، وإذ شدد على المطالبة بتحريرهن دعا إلى إبقاء هذه المسألة بعيدة عن التسييس، وطالب اللقاء بعقد اجتماع عاجل يجمع كل أطياف الطائفة الدرزية لأخذ موقف موحد بالإفراج عن المختطفين. في هذا الوقت أعيد اليوم فتح المعبر الوحيد بين سوريا والقسم المحتل من هضبة الجولان والمغلق منذ 4 سنوات، ويأتي ذلك نتيجة اتفاق تم التوصل إليه الجمعة بين الأمم المتحدة وإسرائيل وسوريا، وقد اجتازت سيارتان تابعتان للأمم المتحدة السياج الذي فتح أمامهما من الجانب الإسرائيلي من معبر القنيطرة. إلى ذلك رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأي مبادرة عربية أو دولية لعودة سوريا إلى لعب دورها العربي والإقليمي، وأضاف أن بلاده تحتاج وقتا لمعرفة ما إذا تم تطبيق اتفاق إدلب، مشددا على ضرورة استئصال هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة في أي وقت لأنها مدرجة على لوائح الإرهاب. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أعلن أن فتح المعابر بين العراق وسوريا وشيك وأن تأخر بعض الوقت بسبب الظروف الاستثنائية. في ملف اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوردت وكالة رويترز أنه سيتم تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم. وفي الرياض التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض معه التطورات. وفي تداعيات الأزمة السعودية على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون السعودية إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، وتراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي في السوق الفورية إلى أدنى مستوى له منذ حزيران من العام 2017. الكويت أكدت تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها، ودعت إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول قضية الخاشقجي. إلى ذلك أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغاريني أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحث قضية اختفاء خاشقجي. وأمل الاتحاد الأوروبي في أن تجري السعودية تحقيقات شفافة في شأن اختفاء خاشقجي. على خط إيران، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تعلق على قضية اختفاء الصحفي خاشقجي حتى يتم الكشف عن الحقائق. ونفت وزارة الخارجية الإيرانية نبأ إخلاء سفارتها في أنقرة ووصفته بالخبر الكاذب، وكانت الشرطة قد أغلقت شارع طهران حيث مقر السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري. حقق الجيش اليمني في مديرية حيدان في محافظة صعدة تقدما كبيرا بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين، تمكن في خلالها من التمركز في مواقع قريبة من منزل زعيم الحوثيين بمسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات. قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، وستتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الليل مع حدوث برق ورعد ولا سيما على المرتفعات الشمالية والداخلية. كان في هذه النشرة لا معالجة بعد للتلوث في سد بقعاتة، وحزب الكتائب يراجع القضاء وحنكش لصوت لبنان. احنا خوفنا عطية اللي تحت هذا مثل مشروع التهجير. التردد التشريعي والتلوث الإداري أبرز مشاكل نهر الليطاني، وحسن فضل الله يقر بوجود آلاف الوظائف الوهمية. فتح معبر نصيب وعون يدعو إلى استغلال الفرصة لدعم الاقتصاد. السلطات التركية تفتش القنصلية السعودية في أنقرة بعد ظهر اليوم. ختام النشرة من صوت لبنان.